اليوم يا جماعة الخير راح نشوف مع بعض أقوى هاك في لعبة فورتنايت، لكن مو بأي هاك ولا هو بهاك اللي تلقم عليه باند، هاك طبيعي تقدر تجرط أخوياك بشكل غير طبيعي. اللي بنسويه يا جماعة الخير اني راح ادخل كرييتيف وراح اجمع اخوي والناس اللي اعرفهم وراح اشوف ردة فعلهم عن طريق جلتش. الجلتش عبارة عن ان طلقة واحدة تنهي اللي ضدك، لكن بنفس الوقت راح اغير، راح انوع، مرة اطلق من طلقة مرة من طلقتين، راح اخليهم ينجلطون، راح اكذب عليهم كأنه معي قطعة ايم، وهذه قاعد اجربها الان معكم. خلونا نبدا يا جماعة الخير الان، بنرسل اخوي فيصل وبنشوف ايش بيطلع معنا، لكن اتمنى وانت تطالعني الان تتاكد انك ضغطت لايك. خلونا نفجر المقطع هذا، اضغط اللايك، ضغطته، ممتاز، وإذا أنت بتشترك ترى 3 مليون قريبة مرة، الله يعطيكم العافية، بسم الله نبدأ، كود الايتم شوب S6B لننطلق. ألو؟ يعني؟ هلا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ الحمد لله. والله فيصل، شوف، تذبحها ذبحة واحدة لك 1000 دولار على الذبحة الواحدة. تكلم من جد؟ ايه اتكلم من جد، طقطق ايش هذا؟ الحين ذبحة واحدة بس؟ ذبحة واحدة اخذ 1000 دولار. طريقة الجلتش بسيطة يا جماعة، تحط كود الماب اللي طالع قدامك واول ما يبدا الجيم ارقص، لازم ترقص اول واحد. يلا جاهز؟ ترى ايمي سن. ابيك تطلع راسك انا. اطلع القم الايم سم يعني سم يا اخي لو معي سلاح والله مره حلو لا 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 ربط الكور ربط الكور قل لك ايمي صاير الدوت 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 كيف انزل الحين خلاص مت اسلم يعني ولا دقاق تعال تعال يا كلب ايوه يا لا 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 خلاص خلاص ايوه ايوه يلعن شيطانك يلعن ويمك مقوى باي باي فيصل باي باي هنا ايم الارض هنا ايم الارض اطلع بسرعة اطلع يا طقطق عريم اليوم طقطق عليك ايش العب ركبها كلعب بس لا تفرق القم خلص نوري يلعن امك يلا مع السلامة تعالي تعالي عادي يلا القم بس القم كل ذبحة ب 200 دولار تمام عندك الى ال 1000 دولار يا خشاش مركب قطعه ايم بنت لذينه توها وصلتني بنزل عليها مقطع باليوتيوب الحين وش الان الان العب اللي تبغى العب اللي تبغى والله العظيم انها راحت عليك معي بروستيت والله خارجنا اجل اجل المعلم تقول هاك الايم يطلع كذا مدري من خارج دبيتها من خارج ايوه اهربوا وفر الزبجي وفر اوه ماي جاد تموت بالزوم تموت بالزوم تموت بالزوم ما انت منطقيا ما ذبحتني ايه هذا صار هاكر صدق ولد يا خشب
اطلق اي طلقه. اري انت اليوم قاعد تمس. ايوه من اليوم ادري ليش. هلا قلبي. ركبت قطعه اسمها اف بي اس فريك على اليد، اقسم بالله يا عندي ايم، عندي ايم. ايوه على اليد، المعلومه قويه بفورتنايت. تدري انك انت ايه؟ تدري كنت مركبها على اليد ايام كنت ثمانيه؟ بالله عليك. ربك بدخل معاك الان جيم عادي كرييتيف، وعلى كل ذبحه تذبحني يا زيد لك 200 دولار. الله والله يا زيد على كل ذبحه. والله اي سلاح ابغاه اخذ. ها لا 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 عادي عادي العب عادي. اها يا جماعة هذه شفتوها؟ هذه القطعة شوفوها شوفوها هذه القطعة تشوفونها؟ قطعت؟ زيد والله 200 على كل ذبحة والله. جمع! امك يحشر الواحد في الزاوية ما يقدر يتنفس. اوه معي 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 طرقت طرقت اقدر اقول لك جي جي. متأخر. What? أحمد 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 ايش هذه تنكسر تنكسر من ضربه؟ ما ادري ما ادري انها تنكسر من ضربه. احمد عالميه مدخلني حرب عالميه. مع السلامه. دقيقه اطلق علي طلقه ببطني. ارقص اطلق. وات يا غشاش يا غش العرام مالغش يا العرام مالغش يا العرام مالقار. اوكي خلصنا من فيصل وخلصنا من زيد، خلونا نشوف الناس الباقي اللي في الببليك شردت فعلهم. بتحداهم على فلوس، ولكن اذا وصلت لهنا وما سويت لايك لا تنسى اللايك. السلام عليكم شباب. مين يتحداني 1 في 1؟ مين يتحداني 1 في 1؟ الو طيب طيب الله يرحم امه. اللي رجال ويحس انه رجال ينزل 1 في 1. انا بطلع اللوبي. ايوه تعال تعال. انا احمد بلعب معاكم 1 في 1. اللي يذبحني ذبحه واحده له 100 دولار. طيب 100 دولار ذبحه واحده 100 دولار. طيب ابشر بس ثواني ثواني. الان مين فيكم يحس انه احسن واحد ايم؟ اللي يحس انه رجاله ايم اسطوري يجي نص. دقيقه اصبر اصبر انا مع هذا. احنا واقفين ولا نتحرك؟ اللي تبي تبي اللي تبي تحرك عادي. ثلاثه يلا القم. اللي بعده اللي بعده. ايوه روح هناك. طيب روح هناك روح هناك. ثلاثه الله يا شوم. ما شاء الله عليهم كلهم. قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله. لا كذا غش قوي شوف. يلا واحد اي قطعه ايه. ايوه القم. يا شباب وينكم؟ ما في احد فيكم ايم؟ انا ما ايم بس الهم اعطوني عين. والله اعطوني عين. مستوى مستوى تعالون فيهم مستوى. تعال تعالون فيهم دقيقة. تعال متأكد متأكد. وش هو قلتش؟ وش هو قلتش؟ وش هو قلتش؟ لا وش قلت شباب بالله عليك؟ كل شيء كذا يا ولد. هذا حق الاختفاء حق الاختفاء هذا. وش مو قلتش؟ كل شيء قلتش عندكم كل شيء قلتش. خلاص يعني ما تبون نلعب ولا وش؟ يلا شوف شوف ها. لا شو بيتلغش هذا؟